السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا بخير. المهم جاتنا واحد الخبر بلي خصنا نخدمو SSO سامبل SSO ويد لارافيل فريم ورك. بغيت نفهمكم شنو هو SSO. نفهمكم ماشي مشكل. SSO هو ملي انت عندك واحد الابليكاسيون، عندك واحد ديب وعندك اليوزر. اليوزر ملي بغي يتكونكت في ابليكاسيون ما كيدخلش مود باس. اوكي، دخلش مود باس، تكونكت في الابليكاسيون كتقول دي بي هاد الكوكي هذا يعني الكوكي كيكون في التليفون ديال او في بيسي ديال السيد. اما الكوكي هذا بغيت كونيكتا، قلب ليا في الداتابيس ديالك شكون هاد البنادم اللي متعلق الكوكي ديالو، شكون اللي يعني كوكي كيساوي بنادم، فهمتيني؟ والدي بي كتعطي لاكسيس لابليكاسيون وكتقول ليها هاد السيد اللي سميتو مثلا احمد هو اللي دخل لي هاد لابليكاسيون حيت هذا سميتو مثلا احمد. اوكي، هذا هو الاس اس او. هذا ماشي شي حاجه سهله، ماشي كدارها شي حاجه صعيبه. المهم الدري اللي عطانا لابليكاسيون ما عطاناش بزاف ديال الانفورماسيون على الدي بي كي دايره، داكشي علاش حنا غادي ندير واحد مثلا بحال واحد بليس هولدر حتى يجيب لنا الانفورماسيون، وحنا نشوف واش ديك الانفورماسيون فاليد وكاد لنا هادشي. المهم حنا بعدا على الاقل انصريو هاد الباكاج. والسلام عليكم اخوت، راك عارفين ان كنتيكم من الاخر ماشي هكا طق طق ونديرو هادي هادي. نعم، مش هذاك هو العين. المهم الخوت، كاين واحد الفيلير في الانستالاسيون، يعني ما تانستالاش. المهم نسد الفيديو حتى لقيت شي حاجه مفيده في هذا الموضوع هذا، وهاد غادي نزيدها.